وضمن منهاج الحكومة في التحول إلى التعامل الإلكتروني بالمؤسسات الحكومية، افتتح بمحافظة البصرة المكتب الأول لإصدار الجواز الإلكتروني، وهو السادس في العراق من نوعه. وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لواء رياض الكعبي أن العمل جار لافتتاح مكاتب أخرى بالمحافظة، مبينا قرب افتتاح مكاتب في السفارات لإصدار هذا النوع من الجوازات الجالية العراقية في الخارج، وأن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل مراجعة المواطن دون تعقيدات. جهد كبير ومتابعة كبيرة من قبل معالي وزير الداخلية المحترم، وأيضا الكوادر الموجودة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. تم افتتاح مكتب جوازات البصرة الإلكتروني هذا اليوم، الحمد لله وشكر العمل الجاري بانسيابية والأعمال اللي أنجزت هي جهد كبير ومثمر من قبل كل الوزارة، مشاركة بها الوزارة ومتابعة معالي وزير الداخلية، وكذلك جهود العاملين في كل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. افتتاح المكتب هو سادس مكتب يفتتح في العراق، وأيضا متوالية افتتاح المكاتب إن شاء الله خلال الأيام القريبة، وكذلك أيضا لدينا يعني المرحلة الثانية من افتتاح مكاتب في السفارات الموجودة خارج العراق لإصدار جوازات إلكترونية للجالية العراقية فيها. التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني حتى يكون تسهل عملية مراجعة المواطن وعملية تنظيمية دون ازدحام ودون معاناة المواطن. اليوم البصرة شهدت افتتاح مكتب جوازات الإلكتروني، وهاي خطوة يشهد لها السيد المحافظ الشيخ أسعد العيداني ومدير الجوازات مدير الجنسية والجوازات اللواء العميد اللامي، فنشكر على هذا المكان ونتمنى الافتتاح في جميع الأقضية والناحية في البصرة، وهذا جزء خدمة للمواطن ونتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. إشراف مباشر من السيد المدير العام والسيد مدير محافظة البصرة، افتتحنا مكتب جوازات البصرة الإلكتروني الأول اللي يقدم خدمة إلكترونية ممتازة للمواطن، وبصراحة هذا الجواز يعتبر نقلة بعالم المستمسكات يعني بالعراق، لأنه ابتداء الجواز الإلكتروني متاح من الموقع من بداية الحجز، أي مواطن ممكن أنه يحجز وهو بالبيت يحجز من خلال الهاتف. الموقع الجواز الإلكتروني موجود ينزل المواطن ويحجز، راح يعطيه يوم الحجز والساعة أيضا ساعة المراجعة. المواطن يجلب معه فقط البطاقة الوطنية وبطاقة السكن اللي هي كافية لإصدار الجواز الإلكتروني اللي يصدر خلال ساعة أو ساعات بسيطة بنفس اليوم.